بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين لذاذ قوي وسهلين. اول وصفه اسرع حاجه في الغداء، هنعمل شويه مكرونه معاها فراخ كده في نفس الطاسه كله مع بعضه. هقول لكم ازاي وصفه حلوه جدا وطعمها لذيذ وسهله ونبقى خلصنا الغداء. الوصفه الثانيه هنعمل شويه مخبوزات بالجبنه الشيدر، تحفه وسهله جدا جدا. مقادير عجينه بسيطه خالص ومعانا مكعبات من الجبنه الشيدر هنحطها جوه المخبوزات. مش قادره اقول لكم لذيذه وهتنفع في اي حاجه وهتعجب الولاد جدا جدا ان شاء الله. فاصل بسرعه جدا ونرجع على طول نخش في اول وصفه. خليكم انا جيت. هنعمل اول وصفه دلوقتي مع بعض. هنعمل مكرونه لطيفه جدا مع شرايح فراخ بانيه خطيره وسهله قوي. ايه بقى القصه؟ انا اول حاجه معايا مكرونه سباكيتي مسلوقه. طبعا تقدروا تغيروا السباكيتي، تعملوها مكرونه بني، تعملوها اي نوع براحتكم خالص، مفيش مشكله. المهم ان احنا نسلقها وبتبقى جاهزه معانا اهو. تمام، معانا كمان بقى فراخ، شرايح من الفراخ البانيه، دول تقريبا خمسة او اي عدد براحتكم خالص، متقطعة كده شرايح زي تقطيعة البانيه رفيعة. وهنتبلها بقى بايه؟ ملح وفلفل اسود، معانا توم بودرة، معانا بصل بودرة، ومعانا بابريكا علشان نتبل بيهم الفراخ. ومحتاجين برضو نعمل صوص لطيف كده علشان بقى الفراخ والمكرونة يدخلوا مع بعض. فهنحتاج ايه بقى؟ 2 مكعب زبدة، هنحتاج تقريبا فصين ثلاثة من الثوم المفروم او شرايح مفيش مشكلة، معانا معلقة من عصير الليمون، معانا تقريبا 1/2 كوباية من الشوربة، شوربة اي حاجة. لو مفيش شوربة ممكن نستبدلها باللبن الحليب او مكعب مرق كده مثلا، تخففيه بشوية مية، يعني تدوبيه في شوية مية فهيبقى شوربة. ممكن نعمل ده علشان نخلص بسرعة كده ونعمل طبق مكرونة بالفراخ سريع وطعمه لذيذ جدا، وشوية بقدونس في الاخر كده بنحطهم على الوش وبس خلاص. بصوا وصفة سهلة جدا وطعمها حلو وبتخ متاخدش وقت ابدا، ان شاء الله تعجبكم. انا هنا ايه سخنة الووك الغويطة الحلوة دي، وعايزين نحط معلقة زيت ومكعب زبدة كده، معلقة زيت كبيرة كده، وناخد زبدة، مكعب زبدة محترم يعني بالكو. ومعايا هنا الفراخ هنتبلها بقى بالملح والفلفل اهو، ملح وفلفل على الفراخ، والبصل البودرة، وتوم بودرة، وبابريكا كده. ونتأكد كده ايه ان الحاجات كلها ايه اتبلت حلو، بس كده كده الفراخ خلاص اتبلت والزبدة اهي خلاص. ننزل بقى بالفراخ كده، تاخد لها كده تشويحة بالشكل ده، عايزينها تاخد لون لطيف وتستوي. هي رفيعه جدا مش هتاخد وقت ابدا، وهتلاقوها استوت على طول، علشان بعد كده نقوم حاطين الثوم بقى ونحط برضو الليمون بقى وشوربه. بصوا بتطلع تحفه. عايزه اجيب طبق جنبي هنا، احط الطبق ده هنا كده جنبي. من الحاجات بجد السهله الواحد لما بيبقى عايز يعمل غدا اوام ومش عارف يعمل اكل ايه بسرعه، تبقى هي دي شويه مكرونه مع الفراخ الحلوه دي، بيبقى طبق لذيذ جدا. اهو اخبارها ايه، تستوي على طول، هي متقطعه شرايح رفيعه مش هتاخد وقت خالص في التسويه كده زي ما انتم شايفين، وريحتها تجنن. بعد بس ما تستوي وتاخد لون هرفعها واشيلها في طبق علشان مكان الزيت والزبده ده بقى ايه نعمل الصوص الحلو بتاع المكرونه، ونرجع نحط معاهم الفراخ كده اهو. كده الفراخ خلاص استوت، ايه اخدت لون وتجنن هايله. هنشيلها بقى كده نحطها في الطبق ده
كده. ونقوم بقى ايه مكان الزيت والزبدة هنحط الثوم كده، وهحط الشوربة على طول قبل ما اللون الثوم لونه يغير على طول كده، ملح وفلفل، ملح شوية فلفل وعصير ليمونة كبيرة كده. الكلام الحلو ده كله ممكن نحط يعني بصوا معلقة صغيرة برضو من الدقيق، معلقة صغيرة كده من الدقيق تتقل لنا الصوص سنة صغيرة. خلي بالكم في الأول وانتوا بتحطوا الثوم مش عايزين الثوم لونه يغمق خالص، يا دوب ايه يعني أول ما ينزل كده نقوم مجهزين الشوربة علشان نحطها بعديها على طول كده. بس يا جماعة ولا أي حاجة تانية، ناخد المكرونة اللطيفة بقى دي ننزل كده في الصوص اهو، زي ما قلت لكم أي نوع مكرونة مسلوقة هينفع. نقلبها كده في الصوص الحلو ده، نستنى عليها يعني دقيقتين، وخلوا بالكم بلاش المكرونة نسويها زيادة عن اللزوم علشان الخطوة دي، لأنها لما تتحط هنا كده في الصوص لو المكرونة مستوية قوي معاكم هتلاقوها عجنت، فاعملوا حساب انها لسه ايه هتتقلب في الصوص فتبقى ايه التسوية بتاعتها مظبوطة وحلوة ومفلفلة كده. عايزين نحط بقى كمان بقدونس على الوش كده بس كده. وصفة يا جماعة خطيرة، ونكهة الثوم مع الشوربة معاها تجنن، هتعجبكم جدا. انا عايزة اجيب طبق برضو، الطبق ده حلو اهو هنا كده، وناخد المكرونة اللطيفة دي اهو زي ما انتم شايفين. وصفة سهلة جدا جدا وسريعة وطعمها حلو بالشكل الخطير ده. ولسه معانا الفراخ، ممكن نقطعها او نحطها زي ما انتم عايزين، انا الفراخ هنا علشان صغيره فهنحطها كده على ايه على الوش، لو الفراخ اكبر شويه او اعرض يعني شويه هي مالها بتزحلق ليه. ورش البقدونس كمان كده على الوش، خطيرة. عايزة شوكة بس شوكة وتاكلوا أحلى طبق مكرونة سريع في اللذاذة كده مع الفراخ اللطيفة الحلوة دي، وإحنا عاملين برضو طبق هناك لطيف جدا خطيرة. بصوا عايزين هتهنى لو سمحت أهو أهو، خطيرة والفراخ ريحتها تجنن والمكرونة كمان تجنن. معلش ممكن نجيب دي كمان أهو، جربوها سهلة على الغدا مش قادرة أقول لكم، هتعجبكم جدا 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 إن شاء الله. أيوة انا جيت
هنعمل دلوقتي بقى الوصفه الثانيه، شويه مخبوزات لطيفه جدا بالجبنه الشيدر، مقادير بسيطه جدا لاحلى مخبوزات ان شاء الله تعجبكم. ايه بقى المقادير؟ بصوا معانا 5 كوبايات من الدقيق، تمام؟ عشان احنا محتاجين نعمل كده حبه حلوين. 5 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، هنحتاج تقريبا 1 كوباية لبن حليب، وهنحتاج برضو ميه دافيه، يعني احنا محتاجين لبن وميه ويكونوا الاثنين دافيين. تقدروا تعجنوا العجينه كلها بالميه بس، او تقدروا تعجنوها كلها باللبن بس. انا هعمل ميكس، يعني هعجن شويه بلبن، يعني هدخل اللبن وهدخل الميه في العجينه، تمام. معانا كمان 1/2 كوباية من الزيت، اي زيت براحتك. معانا بيضه، هنحتاج بيضه واحده مع معلقه صغيره من الملح، علشان ايه؟ نحط كله، مش معلقه صغيره، هتبقى رشه، يعني رشه ملح، ونحط المكونات اللطيفه دي كده كلها مع بعض في العجينه. نحط البيضه بقى هنا كده، ونيجي بقى للحشوه. احنا معانا للحشوه 2 مكعبات من الجبنه الشيدر الصفراء، اهي مكعبات لطيفه جدا، هنحطها جوه المخبوزات. الجبنه دي اهو، انت تقدري تجيبيها وانت تقطعيها مكعبات بنفسك، هاتيها حته واحده كده جبنه شيدر من السوبر ماركت وانت قطعيها مكعبات كده براحتك خالص. مفيش ده مفيش جبنه يعني شيدر مكعبات، خلاص مبشوره مفيش مشكله هتنفع. وللوش بقى هنحتاج 2 معلقة من العسل الاسود، هنخففهم تقريبا بشويه ميه، ومعانا سمسم عشان نغطس المخبوزات اللطيفه دي في العسل الاسود بالميه عشان يعملوا لون حلو قوي للمخبوزات. مش هنحس بطعم العسل الاسود زي ما انتم متخيلين، لا خالص، هي بس هتدي لون حلو، وبعدين نحطها في السمسم وبس. خلاص وصفه لطيفه جدا جدا، تعالوا نعملها مع بعض وشوفوها، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها بنفسكم. هنجيب هنا كده بوله كبيره اهو، ونحط الدقيق سوري وهنحط رشة ملح كده، ندوب الملح كده، نضيعه في الدقيق، ونحط السكر والخميرة والزيت كده. وعايزة اجيب شوكة علشان اخفق البيضة، هنحط كمان مع المقادير بيضة اهو. نحطها كده معاهم، ومعايا بقى لبن دافي ومية دافية علشان نعجن العجينة بتاعت المخبوزات الحلوة دي كده. نحط اللبن الدافي اهو، 1 كوباية من اللبن الدافي، ونلم العجينه كده على قد ما نقدر، ومعانا الميه كمان، ميه دافيه. وحطي بقى الميه او اللبن بالتدريج، وزي ما قلنا ممكن نعجن بميه بس او بلبن بس، هينفع في الحالتين كده. اول ما العجينه تلاقيها لمت معاكي خلاص، ولا تحطي ميه ولا تحطي لبن اهو، وبنفضل بقى نعجن فيها. طبعا نوع الدقيق في المخبوزات دي ضروري يكون مكتوب عليه لجميع الاغراض، او يكون مكتوب عليه بيتزا او للمخبوزات. بصوا كده، ونفضل نعجن فيها 3-4 دقايق بشكل متواصل، هنلاقي العجينة شكلها وملمسها اختلف خالص. يعني بصوا هتلاقوها دلوقتي كده مفعكشة، محتاجة بقى تتعجن حلوة قوي، هتلاقوها نعمت معاكم وبقت لطيفة جدا. بعدين نغطيها ونسيبها تخمر، هتاخد لها تقريبا في حدود ساعة مثلا، او يعني ساعة الا ربع، هتلاقي شكلها اختلف واتنفخت كده واتخمرت وبقت تجنن. انا معايا واحدة خمرانة طبعا، هنشتغل بيها على طول. ايوه، عجينه خمرانه ولذيذه جدا جدا، تاخد وقتها براحتها تخمر، بس انتوا ضروري تحطوا اللبن يكون دافي والميه دافيه، ده يساعد على طول ان العجينه تخمر اوام. يلا بينا نجيب قرمه العجين ونعجن اهو، وبرده هنجيب دقيق من تحت الحوض، رش الدقيق كده
ادي عجينه يا حلوه خمرانه وتجنن. ممكن نحط فلفل الوان، ممكن نحط كمان مشروم كده متشوح ببصل بيبقى لطيف قوي. نعمل واحده كمان اهو ونقفل ونثبت عليها كويس علشان الجبنه وهي في الفرن ما تفكش وتخرج بره المخبوزات. تمام، معايا بقى بوله تانية هنخلط فيها عسل اسود مع شويه من الميه. هيدي لون للمخبوزات حلوة قوي كده. اول ما العسل يدوب هجيب بس كده صينية الفرن الحلوة دي احطها هنا، ناخد كور العجين اهو زي ما انتوا شايفين، ومعايا برضو سكينة تعمل شكل حلو كده كده. نعمل كده ايه منظر للمخبوزات من فوق زي ما انتوا شايفين. وهعمل ايه بقى، هاخد الكرة الحلوة دي وانزل بيها في المية بالعسل الاسود كده الوش بتاعها ده كده، وهطلعها منها زي ما انتوا شايفين على ايه، على السمسم كده اهو بس كده، ونحطها في صينية الفرن. وناخد اللي بعدها المخبوزات الحلوة دي ننزل بيها في العسل اللي متخفف بالمية، واطلع بيها كده نقوم حاطينها في السمسم بالشكل الحلو ده بس كده. ونخلص كل الكمية بنفس الطريقة في العسل الاسود اللي متخفف بمية والسمسم اهو، وتخلصي الكمية كلها الظريفة الحلوة دي. وفرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، هتاخد لها 20 دقيقة 23 دقيقة في الحدود دي، هتلاقي أخدت لون حلو قوي واتنفخت كده، والجبنة جوه بقى طبعا سايحة وتجنن. وتقدروا تغيروا الحشوة براحتكم خالص، أي حاجة كأنه عيش كايزر لطيف محشي أي حاجة تحبيها، أو حتى ممكن ما تحشوهاش حاجة خالص وتتعاملوا معاها على أساس إنها المخبوزات العادية خالص، نفتحها بالسكينة ونحط جواها جبنة شيدر عادي كأنها سندوتشات، يعني نعملها سندوتشات نحط جواها جبنة رومي نحط خيار، يعني براحتكم خالص، فبتبقى برضو لطيفة جدا. لأن أكيد الجبنة الشيدر أول ما المخبوزات بتهدى وتبرد ما بتبقاش بتشد، بنحس بطعمها بس جوه من غير ما تكون بتشد.
فنقدر نفتحه كده ونعمله ساندوتش، بيبقى لطيف جدا جدا وبيبقى يجنن وهيعجب العيال في المدرسه. وتغيير والسمسم انتوا عارفين هو مغذي جدا، السمسم ده مغذي جدا جدا يعني كله كالسيوم. فان شاء الله يا رب تجربوا الوصفه وتقولوا لي ايه رايكم. والحلقه خلصت، عملنا اول وصفه مع بعض المكرونه الاسباجيتي بالفراخ، وصفه سهله جدا ومقاديرها بسيطه جدا، برده من الوصفات اللي نعملها على الغداء اوام ونبقى خلصنا الاكل وبالهنا والشفاء. والوصفه الثانيه المخبوزات اللطيفه دي بالجبنه الشيدر والسمسم، حلوه جدا جدا، مناسبه للمدرسه، مناسبه للعشاء، هتعجبكم قوي. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. بشكركم جدا ان انتوا تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار، وكل الوصفات الحلوه دي بتنزل على قناه اليوتيوب بتاعه قناه النهار في فيديوهات مختصره صغيره، تشوفوها اوام كده وتجربوا الوصفات بنفسكم.